قدمت وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة عرضا متكاملا لمشروع المدرسة الرياضية، تم خلاله استعراض الخطة التنفيذية للمشروع وخطة سير الطالب الرياضي في المدرسة الرياضية، وذلك تحقيقا لأداء التنمية المستدامة والمساهمة في النهوض بالرياضة المدرسية التي تمثل رافدا أساسيا للمواهب الرياضية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. مرحبا بك سعادة الوزير معنا في نشرة الثالثة. وكما نعلم بأن وزارة التربية والتعليم قامت بتقديم مناهج رياضية تدريبية وتعليمية حول هذا الموضوع وهو المدرسة الرياضية، ما أهمية مثل هذا المشروع وهو مشروع المدرسة الرياضية؟ أولا الأخ العزيز، التحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. في الواقع أن هذا المشروع قد تفضل به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وكذلك تابع بكل اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس. الهدف من ذلك يركز على إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة وفي مراحل مبكرة من التعليم أن يواصلوا أنشطتهم الرياضية. وكما تعلم أخي والإخوان المشاهدين فإن المدارس هي في الواقع رافد أساسي للأندية وللمنتخبات، فكلما كانت هناك رعاية في فترة مبكرة من التعليم سيكون هناك في نفس الوقت أثرا إيجابيا. في الواقع هذا المشروع له ميزة كبيرة، بحيث أنه سنبدأ إن شاء الله بعد أن حصلنا على موافقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة في آخر جلسة. يهدف هذا المشروع كما تعلم أنه أيضا يضمن للطالب برنامجا أكاديميا، برنامج تعليمي، وفي نفس الوقت برنامجا رياضيا من خلال زيادة عدد الحرص، زيادة عدد الحصص الرياضية لتصل إلى 10 حصص في الأسبوع، وهذه يعني بواقع تقريبا حوالي حصتين رياضة في اليوم نوزعها، ومن خلال اختيار الطلبة في رياضة معينة بعد اجتيازهم للمتطلبات لهذا الجانب. في الواقع هذا المشروع أخي الكريم كما تعلم يعني يشكل نقطة مهمة في تحول الرياضة المدرسية إلى جانب أكثر اهتماما بالعناصر الواعدة، وكذلك نشر الثقافة الخاصة بالرياضة داخل المدرسة أيضا، وبالتالي نقلها إلى المجتمع. من المتوقع أن نبدأ في مدرستين ثم نتوسع بعد ذلك، وسوف تستمر إلى حتى المرحلة الجامعية. اليوم احنا عندنا في المرحلة الابتدائية في كثير من المراكز في المدارس ترعى الطلبة في مراحل مبكرة، هذا استكمال أكبر، هذا استثمار أيضا بصورة يدعم هذا المشروع. سيقوم المركز يعني سيقوم هذا المشروع على أولا فحص الطالب من ناحية الطبية والمقابلة الشخصية وموافقة ولي الأمر والسجل الطالب الرياضي، ثم نضمن له أيضا برنامجا أكاديميا وبرنامج يسير أيضا يعني على منهج تدريبي تخصصي، ثم فعاليات دراسية سواء من حيث برامج صفية، معسكرات، دورات مساندة ومحاضرات. وسوف نعزز الجرعات التدريبية من خلال إقامة مباريات مع الأندية التدريبية بعد الدوام الرسمي. المهم أستاذ الكريم أن عندما ينتقل الطالب من المرحلة الإعدادية سوف يبدأ أيضا في مرحلة إن شاء الله بنكون قد وصلنا لها، وهي فتح مدارس رياضية متكاملة في المرحلة الثانوية، وهذه هي رؤيتنا المستقبلية. في نفس الوقت سيستمر الاهتمام كما تعلم بالعناصر الواعدة في المرحلة الجامعية، ولا شك أن انخراطهم في هذا الجانب سيعزز الرياضة المدرسية بعد تخرجهم، وسواء في مجالات عديدة كما تعلم الرياضة متنوعة، سواء جانب لها مجال إداري، لها مجال علاجي، لها مجال إعلام رياضي، تدريسي، تدريبي، تحكيمي. إحنا نعتقد أن من خلال هذه المشروع الذي تفضل به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سنحقق قفزة نوعية وفريدة على مستوى الرياضة المدرسية في مملكة البحرين، فهي تجمع الله يسلمك من شيئين أساسيين: أن الجانب
المنهج التدريبي الذي يتخصص في توفير الألعاب الرياضية التي تتناسب مع ميول الطالب، وبعد ذلك هو لن يضيع عليه أيضا الجانب التعليمي، سوف يكون هناك منهج تعليمي متوازن يضمن له أيضا السير في اتجاه أنه يستطيع ينجز بإذن الله تعالى مرحلته الدراسية بإذن الله. كل التوفيق لكم سعادة الوزير في مثل هذه المشاريع التي تنمي من مهارات الطلبة، وحرصكم الدائم على تنمية مواهبهم أيضا. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.